توم يوسف. مشاهدينا الكرام وضيوفنا عبر الانترنت وطلبة المدارس في مصر والعالم العربي، أهلا مرحبا بكم وحلقة جديدة من الموسم 21 لبرنامج العباقرة. برنامج العباقرة يقدم إليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الموسم 12 من العباقرة، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الطالب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة هتساوي مبلغ نقدي. في المرحلة الأولى كل نقطة ب2000 جنيه وحيتضاعف الرقم وصولا للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير المدارس الحكومية في مصر. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 4,730,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. أول مدرسة مشرفانا في الاستوديو محافظة الجيزة، نرحب كلنا مدرسة 6 أكتوبر القومية. مدارس 6 أكتوبر القومية للغات هي أحدث مدارس الجمعية العامة للمعاهد القومية والتي تضم 39 مدرسة. أنشئت عام 2008 وتشمل جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. تشارك المدرسة في العديد من المسابقات والمبادرات على مستوى محافظة الجيزة كل عام. تهدف المدرسة إلى تنمية مهارات الطلاب العلمية والأخلاقية من أجل تنشئة جيل مثقف قادر على النهوض بالمجتمع. هيمثل مدرسة 6 أكتوبر القومية في مباراة النهاردة 8 طلاب، هيبتدي منهم 4 وأول واحدة فيهم رنا محمود. أنا مبسوطة جداً إن أنا بشارك في برنامج العباقرة السنة دي، تجربة جديدة وهتبقى مفيدة ليا، هتخليني أعرف معلومات زيادة وإن شاء الله يكون لنا نصيب في الأدوار النهائية. نور الدين حسين. فريق معتمد عليا النهاردة في فقرة تحت الضغط، فقرة صعبة جداً، اتدربت لها كويس جداً مع أصدقائي وبإذن الله أجيب أكبر عدد من النقاط وأكون سبب في فوز فريقي بالمباراة. شادن وليد. دي المشاركة الأولى لمدرستنا وإحنا جايين وعلينا على الكاس وإن شاء الله نعرف نجاوب على أغلب الأسئلة ونكون قد ثقة مدرستنا فيه. ألفريد رمزي. استعدينا الماتش النهاردة كويس وعملنا اجتماعات كتير وقدرنا نجمع معلومات في كل المجالات وإن شاء الله استعدادنا ده يبقى كافي للفوز في ماتش النهاردة. مدرسة 6 أكتوبر القومية، حمد لله على السلامة. أول مشاركة بعد 11 موسم، كنتوا فين كل ده؟ مين صاحب فكرة الاشتراك؟ نور. احكي لي ايه اللي حصل. كنت شفت البوست على صفحة العباقرة على الفيسبوك، وكان لما شفت البوست كان في وسط الأسبوع بتاع التقديم. رحت لميس أسماء وقلت لها إن إحنا عايزين نقدم، ورحنا لمستر حاتم ووقف. عملتوا الفريق إزاي؟ كونتوا الفريق إزاي؟ كان في تصفيات طبعا للمدرسة كلها المدرسة كلها؟ يعني ناس كتير شاركت في التصفيات؟ كتير، كان في ناس كتيرة جدا كانت عايزة تشارك بس للأسف ما قدروش يشاركوا. هم 8 بس صح؟ ازاي كرانا؟ ازاي حضرتك؟ انا كويس الحمد لله. احساسك ايه؟ انا متوتره شويه بس ان شاء الله. ليه يا دكتوره؟ ده احنا هندخل اسنان وهنقعد بقى نخرب ونعمل ونحفر، صح ولا لا؟ ان شاء الله. اخبار الكونغ فو ايه؟ الحمد لله. اول جمهوريه اللي يحصل على لقب اول جمهوريه لازم كلنا نحييه. طبعا طبعا، ما هي السهلة. لا وكمان عندها بقى ميول فنية، بترسم بالفحم، يعني دي عندنا حاجات. بترسمي ايه بالفحم؟ برسم بروتريه. قولي لي ايه الرسمة الأحب إلى قلبك؟ يعني رسمتي مين وكنت مبسوطة بيها قوي؟ هو أنا ما رسمتش حد معين، بس أول رسمة ليا خالص دي كانت الأقرب لقلبي لأن هي أخدت مني أكبر وقت وأكتر مجهود. ساعتها أنا رسمت صورة لراجل عجوز لكن كان فيها تفاصيل كتيرة علشان التجاعيد والبثور اللي بتكون في الوش والحاجات دي، وحاولت أطلعها على أكمل وجه. طيب الصورة دي لو كسبته هاتيها معاك الماتش اللي جاي عشان نعرضه. حاضر. اتفقنا؟ أنا جاهزة؟ إن شاء الله. نور الدين، ازيك يا نور؟ زهرك يا مستر. انا كويس الحمد لله. اخبار الكمبيوترات ايه؟ زي الفل. شغفك صح؟ ابتديت في الكودينج ولا لسه؟
ابتديت كويس لسه ما خلصتش حاجة، مش مشكلة، ولكن البداية مهمة جدا، ولو البداية حسيت ان هو ده مكانك هتكمل، صح ولا غلط؟ صح أكيد، ربنا يوفقك. شادن وألفريد برحب بيكو، هنتكلم مع بعض وسط الحلقة. نحيي كلنا مدرسة 6 أكتوبر القومية. أما المدرسة الثانية واللي هتنافس وبقوة لوصول لدور الستاشر، هي كمان بتشارك لأول مرة، من محافظة أسيوط برحب كلنا مدرسة ستيم أسيوط. مدرسة المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا بأسيوط تعد شرحاً تربوياً وتعليمياً متميزاً في صعيد مصر، يتم إعداد الطلاب ليكونوا باحثين متميزين من الدرجة الأولى، يملكون القدرة على العمل والإنتاج منفردين أو من خلال فريق. تهتم المدرسة بالجوانب الاجتماعية والنفسية لبناء شخصية متكاملة، فيشارك الطلاب بالأنشطة الرياضية والفنية والموسيقية لتنمية المواهب والقدرات الخاصة. حصدت المدرسة العديد من الجوائز، وحقق طلابها العديد من الإنجازات في المسابقات الرسمية والحرة. هيمثل مدرسة ستيم أسيوط في مباراة النهاردة 8 طلاب، هبتدي منهم 4، وأول واحدة فيهم ميسون حسن. مبسوطة جدا مشاركتي في برنامج العباقرة لأول مرة، حاسة بالتوتر شوية بس إن شاء الله التوتر هيروح مع الدخول في أجواء المباراة وإن شاء الله أدي بشكل كويس. محمد حمادة. حلمي من زمان إني أشارك في برنامج العباقرة، والحمد لله إني قدرت أحقق حلمي، وإن شاء الله أقدر أجاوب على أكبر عدد من الأسئلة وأكون سبب في تأهل مدرستي دور 16. هنا بسيوني. أهلي لما عرفوا إن أنا هقدم في برنامج العباقرة فرحوا جدا، وأنا متحمسة إن أنا أدي أداء كويس عشان أفرح أهلي وأشرف مدرستي. ومحمد علي. النهارده مش جايين بس هدف الفوز، هدفنا كمان ان احنا نجمع اكبر عدد من النقاط عشان نساهم في تطوير المدارس الحكوميه من خلال البنك الاهلي المصري. ستيم أسيوط، حمد لله على السلامه. حمد لله على السلامه بجد. جايين من اخر الشارع وانتوا جايين من اخر الدنيا. كان الله في عونكم. كانت رحله صعبه يا ميسون؟ يعني شويه. كم ساعه؟ حوالي 6 أو 7 ساعات، ولكن الموضوع يستاهل اكيد. صح. احساسك ايه بقى وانت جوه استوديو العباقرة؟ متوتره شويه بس في نفس الوقت حاسه بفخر بنفسي ان انا ده كان حلمي ان انا اجي هنا. اوعي تتوتري. ليه؟ اولا انتوا بتشاركوا لاول مره المدرستين، فمفيش حد احسن من حد، بالعكس هنكتسب الخبره سوا، صح ولا غلط؟ صح. ميسون ورنا والفريد ومحمد حمادة 4 دكاترة أسنان، اعملوا مع بعض عيادة، صح؟ نفتح مركز. أيوة برافو عليكي، تفتحوا مركز. قررتي إمتى يا ميسون إن أنت عايزة تخشي طب أسنان؟ هو منه أنا في إعدادي كنت بحب اللي هو بشوف أختي وكده كانت بتهتم في طب الأسنان والحاجات دي. هي أختك؟ لا هي ما دخلتش طب أسنان. نجحت ودخلت جامعة إيه؟ طب بشري. يعني اختك دخلت طب بشري بس حبيبتك في طب اسنان. والله برافو عليه. وانت مقتنعه؟ اه. احكي لي ميسون على المكتبه اللي انت عايز تعمليها. انا بحب القرايه جدا، وكان نفسي يكون عندي مكتبه كبيره قوي كده واحط فيها روايات كتير وكل انواع الحاجات اللي انا بحبها. اخترتي كلاوديا عاطف كقدوه ومثل اعلى. انت تعرفيها الاول؟ هي اللي كانت بتساعدنا وتدربنا كمان. بجد يعني هي المدير الفني للفريق؟ هي وعبد الرحمن البدري. وعبد الرحمن طبعا. البدري ملوش حل البدري ده. اخترتي كلاودي عاطف كمثل اعلى وقدوه ليه؟ علشان هي واحده ناجحه في حياتها، كانت عارفه توفق ما بين الدراسه وكمان ان تذاكر العباقره والقراءه بتاعتها، كمان عندها مكتبه دبلومينيا، كانت ان هي كمان بتحاول انها تنشر القراءه في المكان، واي حد مش بيعرف يقرا او ما عندوش القدره ان هو يشتري كتب او كده بتساعده ان هو يقرا عادي. يعني احنا احسننا الاختيار فعلا. كلاوديا عاطف الطالب المثالي الموسم الرابع للجامعات، نحييها كلنا. الكاس الاحب الى قلبي، كاس الاديب الراحل عبد التواب يوسف للطالب المثالي، طار لأسيوط في إيد كلاوديا عاطف، ففعلاً ليك حق تاخديها كقدوة ومثل أعلى. محمد حمادة، دكتور محمد حمادة، اشمعنى أسنان؟
عرفنا قصة ميسون، نعرف قصتك انت بقى. هي مش قصة قوي يعني، بس هو يعني لقيت ان طب اسنان مجال كويس، ان يعني مستقبله كويس حتى بعد ما اتخرج مثلا من الكلية او كده، اقدر افتح عيادة اسهل من طب بشري اكتر شوية. محمد حماد عايز يعمل بيزنس صح؟ حقك لو دكتور شاطر هتكسب كويس فمن حقك، مهم تبقى دكتور شاطر شاء الله. الأهم ان شاء الله. اخبار البينج بونج ايه؟ كويس. حريف ولا نص نص؟ لا حريف كويس يعني. اصلا سمعت الجمله دي كتير. لا بعرف العب كويس يعني، مش حريف قوي بس بعرف العب كويس. والله انت عارف بقى، انا بفكر ان انا اجيب ترابيزه بينج بونج هنا في الاستوديو عشان كل اللي بيقول لي انا بلعب كويس ده العب معاه، بس انا حريف بقى. تمام. زمان واحنا صغيرين جيلنا كان محظوظ بشكل مختلف. يعني ايه؟ كان عندنا فرصه نتعلم شطرنج، كان عندنا فرصه نتعلم بينج بونج، كان عندنا فرصه نتعلم بلياردو. يعني الالعاب دي كان عندنا الفرصه والوقت اللي يساعدنا ان احنا مش بس نتعلمها، نتعلمها ونتقنها. طبعا جيلكم بقى وضعه مختلف، راح ناحيه البلاي ستيشن، صح ولا غلط؟ صح. عشان كده لما بلاقي حد بيلعب شطرنج او بينج بونج بنبسط جدا، فبرافو عليك انك بتلعب بينج بونج. هنا ومحمد علي برحب بيكوا، هنتكلم مع بعض وسط الحلقه. نحيي كلنا مدرسه ستيم اسيوط. عبقره المدارس في الموسم ال 12، ست فقرات: العلم، المعرفه، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجله الحظ. واول حاجه هنبتدي بيها هي سؤال السرعه. سؤال السرعه. والسؤال هو: كم عدد قلوب الأخطبوط؟ ثلاثة. نور الدين، أنت بتسألني ولا بتجاوب؟ بجاوب طبعاً. ثلاثة إجابة صحيحة. بص احتياطي فريقك مبسوط إزاي؟ بص لهم يا نور وقول لهم ده سؤال السرعة، بيتجاوب بقاله 21 موسم يعني. نور، مين اللي هتبتدي الأول؟ مدرسة ستيم أسيوط إن شاء الله. ستيم أسيوط هتبتدي الأول، وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم أربع أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. ستيم أسيوط عندكم سؤال في جغرافيا، شكلكم كده هتاخدوا جوكر في العلوم، إحساسي بيقول كده. حسب الماتش. على حسب الماتش. جغرافيا، والسؤال هو: يقع مضيق ناروتو في إحدى الدول الأسيوية، فما هي؟ عرض المضيق 103 كيلومتر. بتصل سرعة طيار المد والجزر ل 20 كيلومتر في الساعة. الدوامات من الأكبر في العالم، عشان كده هي منطقة جذب سياحي مهم. إجابتك؟ اليابان. بتسألني مش بتجاوب. شبه إجابة. لا أنا عايز بقى الحلقة دي يبقى عندنا إجابات مش أسئلة. هي شبه إجابة. شبه إجابة. اختلفتوا وخدت قرار إنها اليابان، واليابان إجابة صحيحة. اليابان هي الإجابة صحيحة. أول 10 نقط لستيم أسيوط. 6 أكتوبر، سؤال في الجغرافيا. جغرافيا، والسؤال هو: في أي دول أمريكا الجنوبية تقع جزيرة تشيلوي؟ مساحتها حوالي 8400 كيلومتر مربع. استولى عليها الأسبان من 1567 ل 1826. الأرجنتين. الأرجنتين يا نور، إجابة خاطئة. في إجابة؟ كولومبيا. كولومبيا. كولومبيا إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5: تشيلي، بيرو، الإكوادور، البرازيل. آخر مكان خرج منه الأسبان
فين بقى؟ الإكوادور؟ لا مش في الإكوادور. فين؟ بيرو؟ بيرو؟ لا مش بيرو. تشيلي. البرازيل؟ البرازيل. خلاص فاضل عندنا برازيل وتشيلي. فين بقى؟ تشيلي. الحمد لله. الحمد لله على السلامة. طيب هارد لك. سؤال الجغرافيا اختار من 6 أكتوبر. سؤال في التاريخ لمدرسة ستيم. تاريخ والسؤال هو: في عهد أي سلطان مملوكي سقطت قلعة الحصن الصليبية عام 1271 بعد رميها بالمجانيق؟ طبعاً كان في محاولات امتدت لأكثر من 100 سنة لإسقاط القلعة، سواء من عماد الدين زنكي أو صلاح الدين الأيوبي. في الثانية الأخيرة إجابتك. أمير نجم الدين، مش فاكر اسمه بالظبط. نجم الدين أيوب قصدك. كان أيوبي مش مملوكي. محمد علي، إجابة خاطئة. نور إجابتك؟ سيف الدين قطز. سيف الدين قطز إجابة خاطئة. 4 اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. الزهر بيبرس، الأشرف قايد باي، المنصور قلاوون، سيف الدين بركوب. مين؟ الزهر بيبرس طبعاً، هو اللي جه بعد قطز. خسارة العشر نقط دول كان لازم تدوس على البزر وتتعادل. هارد لك. سؤال في التاريخ لستة أكتوبر، إيه رأيكو؟ ناخد الجوكر؟ لا. السؤال اللي جاي سهل، هتاخد الجوكر؟ لا. لا برضو؟ رنا دوس على البزر. أيوة كده. ليه يا رنا تسمع كلام؟ حد يعمل كده؟ سؤال بعشرين نقطة يا رنا. تاريخ والسؤال هو: في أي قارة نشأت إمبراطورية سونغاي في القرن الخامس عشر؟ ظهرت في القرن الخمستاشر والقرن الستاشر. 20 نقطة. آسيا؟ آسيا سونغاي. إجابة خاطئة. خسارة جدا. محمد حمادة. أوروبا. أوروبا إجابة خاطئة بزائد 20 أو ناقص 10. إفريقيا، أمريكا الشمالية، أستراليا، أمريكا الجنوبية. إفريقيا. ليه تاخد الريسك؟ خلاص الجوكر فلت، قلنا خلاص حصل خير. نبتدي بناقص 10 يا نور ولا بزائد 20؟ زائد 20 إن شاء الله. كانت في مالي ونيجيريا والنايجر. وإجابة صحيحة. عشرين ستة أكتوبر، 10 ستيم أسيوط. سؤال في الأدب لستيم أسيوط، إيه رأيكم؟ دوس على البازر. أدب والسؤال هو: من هو الكاتب الفلسطيني الراحل مؤلف رواية ولدت هناك ولدت هنا؟ اتنشرت 2009، بيحكي فيها عن رحلته هو وابنه في الحياة لمدة 10 سنين من 1998 ل 2008. مين يا حمادة؟ مريد البرغوثي. مريد البرغوثي إجابة مين؟ إجابتي. إجابتك. ميسوم موافقة؟ بص دبلوماسية إدلك حتى لو غلط مش مشكلة، إحنا أصحاب بقى وكده. حمادة إجابة صحيحة. مريد البرغوثي هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا محمد. النتيجة اتغيرت، 30 ستيم أسيوط، 20 6 أكتوبر القومية. أدب والسؤال هو:
من هي الكاتبة الإنجليزية مؤلفه رواية The Secret of Chimneys؟ سر جريمة تشيمنيز. نشرت 1925. 10 ثواني. The Secret of Chimneys. رنا إجابتك. أغاثا كريستي. طبعا أنا كنت متوقع عشان من الاسم هتقوله أغاثا كريستي. صح؟ صح. أغاثا كريستي يا رنا اتعادلتوا، إجابة صحيحة. كنت عايزة تقولي إيه يا شادن؟ فيرجينيا وود. كويس قوي إنك مشيتي ورا كلام نور. تعادل 30-6 أكتوبر القومية، 30 ستيم أسيوط. آخر سؤالين في الفقرة في العلوم. أول سؤال لستيم. زكي هنا. الحمد لله تمام. نهدي أجواء المباراة. صح؟ تعادل، مباراة صعبة وحلوة. أخبار شركة الأدوية إيه؟ الحمد لله. إيه موضوع شركة الأدوية دي؟ أنا حابة إن لما أكبر إن شاء الله إن أنا أفتح شركة أدوية تبقى كبيرة، تبقى على مستوى مش مصر بس، تبقى على مستوى كمان الشرق الأوسط. تبدأ إن هي كمان أنا برضو نفسي إن أنا أفتح معمل أدوية، إن أنا أبدأ أخلط مركبات بحيث إن أنا أطلع دواء كويس يحل مشكلة ما. يعني عايزة تقدمي دواء جديد لعلاج أمراض مختلفة. ربنا يوفقك. طبعاً انت ممكن تخترعي دواء يغير في حياة ناس كتير يا رب. طبعا هي يعني مهمة مش سهلة، ولكن مهمة عظيمة. ربنا يوفقك وتقدري تحققيها يا رب. سؤال في العلوم، والسؤال هو كم عدد ذرات الكربون في مركب النونان؟ سي كام؟ اتش 20. الصيغة الكيميائية بتاعته سي كام؟ اتش 20. 3 ثواني. هنا بسيوني اجابتك. 12. سي 12. بعشر نقط. اجابة خاطئة، مش سي 12. عجبني جدا نور عمال يتناقش مع رنا، هما الاثنين بيفكروا سوا، وشادن مستنية، وألفريد بيجاوب. عجبني جدا الفريق يعني. سي 6. سي 6. اشمعنى سي 6؟ مش عارف. بتحب رقم 6 يعني؟ لا يعني حسيت أقوله مناسب أو شفتها قبل كده متهيألي. مش مناسب. هاي. لا هو غير مناسب. إجابة خاطئة يا ألف. طيب 4 اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. 7 4 9 8. نور فاضل شوية وامسك ايديهم. عايزة تقولي ايه يا رنا؟ قولي لي يا رنا عايزة تقولي ايه. سي كام يا رنا؟ 7 7. 8 8. سي 9. كنت حاسة 7. هارد لك. طيب سؤال اخير في الفقرة، والنتيجة تعادل، وحنشوف مين اللي ممكن يخرج متفوق. سؤال لمدرسة 6 أكتوبر علوم، والسؤال هو فرانكو ماليربا هو أول عالم يسافر إلى الفضاء من إحدى الدول الأوروبية، فما هي؟ فرانكو ماليربا كان سنة 1992، رحلة كانت لاختبار نظام الأقمار الصناعية. عالم فيزياء حيوية. إجابتك. فرنسي. إجابة خاطئة. محمد علي. إسباني. إجابة خاطئة. 4 اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. سويسرا، البرتغال، إيطاليا، هولندا. دوسوا على البازر ما تخافوش. أيوة برافو عليك. إيطالي. نفس إجابتكو؟ طب خفتوا ليه؟ برافو عليك، إجابة صحيحة. إيطاليا هي الإجابة الصحيحة. هتخرج ستيم أسيوط
متقدمة بعشر نقط، نتيجة 40 ستيم أسيوط، 30 6 أكتوبر القومية الجيزة. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 70 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 140 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر.